القوانين ولا الجدول؟ يعني في قوانين وفي الجدول. هو حد عندكم فاتح يسجل؟ طيب انا ابتديت اسجل اهو، مش حد يلفت نظرنا اننا نسجل القوانين ولا الجدول؟ قول تاني معلش السؤال. مش في قوانين اللي هو بتاعت البي بتساوي ايه واحد زائد اي بار، القوانين دي اللي هو القانون اللي هو جزء السطر ده اللي هو فيه بي على ايه لا 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 لا، فانكشن بس، هنا فانكشن بس. اللي هو الجدول بس. لكن ما حفظتش القوانين يعني وما حلش بيها. لسه هتحفظها يا اسلام؟ مش حفظتها خلاص؟ ده هم 3 قوانين عمي يا اسلام اللي انا اديتهم لك، البريزنت والفيوتشر والايه، لسه ما حفظتهمش. هنا هتحل لي بالفانكشن بس، مش هتحل بالقوانين، مفيش قوانين هتحل بيها. معايا يا شباب؟ معاك يا دكتور. فين بقية الناس؟ انتوا نمتوا؟ معاك يا معاك يا دكتور. دكتور. لا صحينا يا دكتور. لا والله نمتوا. معايا 18 واحد، الناس راحت فين؟ معاك يا دكتور. طيب خلينا نتفق على حاجة، أنا ما أعتقدش إن أنتوا هتعرفوا تعملوا الخطوة دي كتابة كده من غير الكاش فلو دايجرام. هو هنا حللها من غير كاش فلو دايجرام، بس انا ما اعتقدش انكم هتعرفوا تعملوها. ليه؟ لان هو قايل ان البي على ايه و15% و6، ما اعتقدش ان انتوا هتعرفوا تعملوها. وبي على اف و بي على ايه وبي على اف. فاعتقد ان انتوا كده يبقى الافضل انك لازم ترسمها. لو هتعرف تعملها لي من غير رسم اوكي، انا مش هعب. بس ما تقليش ان انتوا هتعرفوا تعملوا كده. فيبقى خلينا مش خلينا نرسم افضل، نرسم كاش فلو دايجرام زي ما احنا اتعودنا بدل ما تضيع درجة المسألة. معايا كده؟ طيب إيه. هنا بيقول لي بقى ايه، نكمل قراية المسألة. بيقول لي ايه، it will save an estimated، احنا في السطر بداية السطر الثالث، 300,000 كيلو وات بير اور اوف الكتريك باور. امتى بقى؟ each year. طيب اما اجي احسبها هقول ان ال 300,000 بتوعي 300,000 كيلو وات بير اور. طيب هعمل ايه؟ انا هاخدهم زي ما هم يتحطوا كده، انا هحولها لفلوس 300 واط. والصوت قطع؟ مش واضح يا دكتور. الصوت بيقطع معلش، سامعني كده؟ اه تمام. بيقول لي ان انا عندي 300 كيلو وات بير اور، تمام؟ بيتعملوا امتى بقى؟ كل 6 سنين، البريود بتاعتهم كل 6 سنين. الكيلو وات بير اور اوف الكتريستي، التكلفه بتاعت الكيلو وات الواحد، نقول ده ايه؟ 1 من 10، ده 1 من 10 دولار. ده في السطر الرابع في السلايد رقم 6. معايا كده؟ هعمل ايه؟ انا هاخد ال 300,000 دول، ال 300,000 كيلو وات، هضربه دي الكميه كلها، هضربها في سعر الكيلو وات الواحد، تمام؟ يبقى انا طلعت سعر الكهرباء بتاعتي دي. معايا كده؟ طيب انا طلعتها كده فلوس، حولتها لفلوس. طيب هي انا هحطها موجب ولا سالب؟ بيقول لي it will save في السطر الثاني. save يبقى انا هوفر، يبقى دي اشاره موجبه بالنسبه لي، مش مصاريف انا هدفعها. معايا كده؟ بعد كده بيقول لي ايه؟ خلصنا احنا الكلام بتاع الكهرباء، تكملت السطر الرابع. قلنا الام اي ار ار دي 15% بيرير، احنا اتفقنا ان دي الام اي ار ار هي نفسها ايكوال للاي، يبقى انا هشتغل ان الاي بتاعتي ب 15%. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ احنا في السطر الكام؟ الخامس. الماركت فاليو اوف ذا سيستم ويل بي 8000 دولار ات ذا اند اوف 6 years. طيب في نهايه ال 6 years بتاعتي، الكلام ده دي ال N بتاعتي يا شباب، يبقى ال N بتاعتي ب 6. طيب في النهايه بيقول لي ان الماركت فاليو بتاعي، قيمه الربح بتاعي او الدخل بتاعي 8000 في نهايه ال 6 year، يبقى دي فانكشن جديده بتاعتي بوزيتيف مش نيجاتيف.
الاديشنال انيوال اوبريتنج اند مينتنانس اكسبيرينس اكسبنسز ار نيجليجبل، يعني اي مصاريف زياده عن كده خلاص مهمله مش هاخدها في الاعتبار. بيقول لي ايه بقى السطر الاخير، بيقول لي يوز بي دبليو ميثود، يعني البريزنت وورث ميثود تو ديترماين ويذر ذس سيستم شود بي انستولد. احسب لي بطريقه البريزنت وورث السيستم ده يشتغل ولا ما يشتغلش. معايا كده؟ يبقى انا السطر الحل بتاعي اهو البريزنت وورث بي دبليو ما بين قوسين 15% دي قيمه الاي، زي ما احنا قلنا الاول المدفوعات هحطها باشاره سالب والدخل اللي جاي لي هحطه باشاره موجب. الخطوه دي هو هنا عاملها على طول، انا افضل ارسم بقى عشان انتوا كده هتوه. فيبقى ترسم الكاش فلو دايجرام من وانت بتقرا المساله، بس الاسهم هتحطها، المدفوعات اللي انت هتدفعها هتحط اتجاه السهم لتحت، وتبقى وانت بتحطه في المعادله يبقى شرطه سالب، واللي انت والدخل اللي جاي لك هتحطه الاسهم لفوق وتبقى الاشاره بتاعتك موجبه. البريزنت وورس هنجيبها عند الصفر زي ما احنا بنجيب، يبقى دي القيمه بتاعتي هجيبها عند الصفر. ونفس ما انا بعمل بالظبط هقول الفانكشن بتاعتي، انا هتعامل ان ال 30,000 دول انا ليه حسبتها انها الفاكتور بتاعي حطيته بيه على ايه؟ لان هو قال لي انه ان انا بدفع ان انا بحط كهرباء 30,000 كيلو وات بالساعه. بحط 30,000 كيلو وات بير اور، بحطهم قال لي ايه اتش يير اوفر ا 6 يير بيريود، يبقى انا بحطهم كل سنه لمده 6 سنين، يبقى انا بالنسبه لي دي انيوال. هتعرف انت تعملها لوحدك من غير رسم، حلو قوي. يبقى انا هنا حطيت ان ال 30,000 دي قيمه الانيوال، انا بدفعها كل سنه بدفع 30,000 لمده 6 سنين. يبقى الفاكتور بتاعي هيبقى البي على الايه، لان انا عايز احسب البريزنت، ونسبه الفايده اللي هي 15% والان بتاعتي ب 6. طيب ال 8,000 انا ليه حطيتها بي على اف الفاكتور بتاعها؟ انتوا بتقروا معايا؟ انا بقرا في الحل بتاع المساله. انا ليه حطيت الفاكتور بتاع ال 8,000 بي على اف؟ لان انا عندي ال 8,000 هي اتدفعت مره واحده في نهايه ات ذا اند اوف 6 يير. هو قايل لي في المساله كده ان انا مش اتدفعت القيمه اللي جايه لي جات لي في نهايه الست سنين قيمه واحده قيمتها 8,000. فعلشان كده يبقى انا اتعاملت ان ال 8,000 دي فيوتشر، يبقى الفاكتور بتاعي هيبقى بي على اف، ونسبه الفايده 15% زي ما اتفقنا، والان بتاعتي بست سنين. حد عنده سؤال؟ حد مش فاهم؟ انتوا سامعيني؟ اه سامعينك والله. ماشي اوكي. طيب حد مش فاهم؟ لا الدنيا تمام. طيب هنا انا قلبت. نعم انا شاكك، بس ان لو جات لي سؤال من غير رسمه مش هفهمها يا دكتور. من غير رسمه مش هفهمها. ما اقدرش اوعدك ان انا هرسمها لك، خلينا بس نمرن نفسنا على حل المسائل اللي انا هديها لك في المحاضره. انا بحاول ان المحاضره يكون فيها مجموعه من المسائل علشان تعود ايديك انت على حلهم. ذاكر المسائل اللي انا بديها لك كويس وحلها بايدك لوحدك كويس، ونشوف بعدها انت هتعرف ولا مش هتعرف. تمام. السلايد دي احنا بنتكلم في اللي انا لسه شرحه لك. بيقول لي ايه هنا؟ ان في عندي تو تايبس اوف كاش فلو استيميت. بصوا يا شباب، عنوان السلايد اللي هو ايه؟ الفورميوليتنج الترناتيفز. دلوقتي احنا اول ما اتكلمنا في بدايه الشرح بتاع الاقتصاد قلنا ايه؟ قلنا ان انا بيبقى عندي بدائل، وانا بختار افضل حل من البدائل اللي موجوده قدامي دي. يعني انا عندي كذا حل، دي اسمها بدائل، فانا بختار افضل حل منهم واقول ان ده الحل اللي احنا هنمشي بيه. احنا هنا الحل بتاعنا هيبقى الشرط اللي عندي ان لو قيمه البريزنت وورث او الفيوتشر وورث اللي انا هحسبها طلعت اكبر من او بتساوي صفر، هقول ان انا موافق على الحل ده. طب طلعت الاشاره سالب، يبقى معناها ان الاختيار ده بيخسرني، او ان الشركه بتخسر، او ان الحل ده انا اللي هدفع فيه فلوس، فبالتالي ده مرفوض. فده اللي انت ده الشرط بتاعك اللي انت لازم تحققه هنا. يبقى بعد ما هتطلع الناتج هتقول ده اكبر من صفر او اصغر من صفر، انا هقبله او هرفضه. ده الشرط اللي موجود عندك.
طيب هنا اللي مكتوب عندك الريفينيو والكوست، دي الارباح، الارباح اللي عندي او العائد اللي جاي لي والمصاريف اللي انا هدفعها. هسميها بقى في المساله الكاش اوت فلو، الكاش ان فلو، الارباح هيبقى اسمها الكاش ان فلو او الريفينيو ايا كان اللي هجيلك بالصيغه منهم. انا عرفت ان دي الارباح اللي عندي دي هحطها باشاره موجب، والتكاليف اللي عندي لو انا هسميها الكوست او هسميها الكاش اوت فلو ده او ده هتجيلي في المساله كده او كده، يبقى ده بالنسبه لي بيبقى الاشاره بتاعته سالب. طيب لو انا قلت لك ان انا بوفر التوفير اللي عندي ده هحط اشارته موجب ولا سالب؟ السيفنج احط اشارته موجب ولا سالب؟ احط اشارته موجب، يبقى ده توفير عندي، يبقى انا هعتبره ان هو ضمن الارباح هوفر، يبقى دي القيمه بتاعتي احطها قيمه موجبه. طيب ايه اللي هنا بقى؟ انا كده في السلايد رقم 8، ايه اللي ميوتالي اكسكلوزيف الترناتيف والاندبندنت بروجكت؟ يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي انا ممكن يبقى عندي المشروع اللي متقدم له كذا كذا اختيار، ممكن يبقى عندي كذا 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 حل وكذا اجابه واقول ايوه فعلا انا هقبل بالكذا شرط دول، وممكن لا ده هو يبقى هو حل واحد بس، يبقى الميوتالي ده هو حل واحد بس، يبقى انت لازم تختار اختيار واحد بس. طب خلينا ناخد مثال يوضح الكلام ده. طيب احنا لسه في الشرح، المثال بعد ده، ادي المثال اهو. لو هو دلوقتي بيقول لي ايه؟ بيقول لي for the alternatives shown below، انا عندي بدائل اهي، بيقول لي ادي في الرسم الجدول اللي موجود قدامي البروجكت اي دي، انا في سلايد رقم 10 البروجكت اي دي، انا عندي الاي والبي والسي والدي، دي اي اربع مشاريع. وبعدين بيقول لي ان البريزنت وورث كل مشروع منهم البريزنت البي دبليو بتاعته هتبقى 1 30000، 1 12500، 1 -4000، 1 2000، تمام؟ هو بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت هتختار انهي اختيار فيهم for the alternatives shown below which should be selected، انهي واحد المفروض ان انا اختاره if they are. لو انا هو مداني بقى اختيارين، الميوتالي احنا قلنا الميوتالي ده يعني انا هختار حل واحد بس، هختار حل واحد بس يبقى انا هختار اعلى عائد، يبقى هقول ان البريزنت ورث عندي اعلى قيمه عندي اللي هي ب 30000، يبقى هو البريزنت الاختيار بتاع الالترناتيف ايه ده لما يطلب مني ميوتالي، يبقى انت عايز اختيار وحيد. طيب الاندبندنت انت عايز كذا اختيار، هو ينفع يبقى فيه كذا اختيار؟ انا عندي كذا شركه مقدمه عروض، والعروض بتاعتي ما دمت انا مش واخد اشاره سالب، يعني انا هنا هبص ان الاختيار رقم سي الاشاره بتاعتي سالبه ماينس 4000 دولار، يبقى انا كده معناه ان انا بخسر البريزنت وورث اللي معايا، انا ما فيش معايا حاجه، ايه ماينس 4000 جنيه؟ يعني انا ما فيش في إيه، انا اللي بدفع 4000 جنيه، فالاشاره السالب دي هتضيع الاختيار ده. ينفع يبقى عندي اقول ان الاختيار A وB وD ينفعوا لان قيمه البريزنت وورث اكبر من الصفر، معايا يا شباب؟ طيب نيجي بقى للي انا كاتباه هنا. السلايد دي مهمه، ولو انت هتذاكر انا رايي السلايد دي ملمه لك جزء كبير من اللي انا بقوله. هيجي يقول المفروض ان اللي انا عايز اعمله convert all cash flow to BW present MARR using MARR. اتفقنا ان ال MARR ده المينيمم alternative rate of return، يعني ده اقل قيمه، يعني كان ده اقل قيمه فايده بالنسبه لي، اقل سعر فايده بالنسبه لي. يبقى انا اول ما هشوف ال MARR في المساله هعرف ان دي مساله بريزنت وورث، بمعنى لازم المدفوعات هحطها باشاره سالب، والارباح اللي جايه لي او الدخل اللي جاي لي او الفلوس اللي انا بوفرها هحطها باشاره موجب، وهحط قيمه ال MARR اللي هو هيديها لي ان دي نسبه الفايده بتاعتي، واحل بيها المساله واخد القيمه دي احل بيها المساله. هتبقى في الحاله دي عاده ال MARR بنتكلم بالسنين، مش هجيب لك فيها انها نسبه فايده شهر ولا حاجه، لا
هنا هتبقى بنتكلم بالسنين. هنا بقى موضحة لك بعدها، بقول لك ان التكاليف بتاعتي بحطها بإشارة سالب. قيمة البريزنت وورث المفروض انها تبقى اكبر من الصفر، يبقى هتقول لي ساعتها هتقول لي ان انا جاستيفايد بالحل ده. بس ده كده في السلايد دي، ده الاكزامبل اللي احنا لسه قايلينه. ده مثال تاني. أنا في سلايد رقم 11 معايا يا شباب. معاك يا دكتور. بيقول لي إيه؟ alternative X has a first cost of التكاليف بتاعتي. أول ما شفت كلمة cost يبقى العشرين ألف دي هتتحط إشارة إيه؟ هتتحط إشارة ماينس، يبقى أنا عندي ماينس 20,000. طيب وبعدين بيقول لي an operating cost التكاليف بتاعة التشغيل، يبقى دي تكلفة تانية، مصاريف تانية، يبقى التسعة تلاف دول هيتحط إشارة ماينس. طيب التسعة تلاف دول اتحطوا مرة وخلاص؟ لا، ده هو بيقول لي اتحطوا بير يير، تمام؟ التسعة تلاف بتوعي دول اتحطوا كل سنة، يبقى أصبح الاختيار اللي عندي أصبح التسعة تلاف دول بالنسبة لي أنيوال. بص أنا بفكر معاك أهو من غير ما أكون بقى إيه؟ من غير ما يكون في رسم قصادي. أنا بعلمك تقرأ المسألة. أول حاجة تاني بيقول لي alternative X has a first cost، أول تكلفة، يبقى أول تكلفة دي القيمة بتاعتي اللي عند الصفر بتساوي 20,000 وخلاص وسكتنا على كده. يبقى القيمة دي اللي محطوطة السهم بتاعي حطه عند الصفر والقيمة بتاعتي ب20,000، ويبقى أنا كده لو أنا هرسم يبقى أنا أحط السهم لتحت، لو أنا مش هرسم يبقى أنا هحطها لوحدها في المعادلة على طول بأنها ماينس 20,000 وخلاص، ملهاش فانكشن لأن هو إيه مدانيش إنها مدانيش لها فترة زمنية. طيب an operating cost، نكمل قراية المسألة. operating cost of 9,000 per year. operating cost يبقى أنا دي مصاريف تانية بدفعها، يبقى التسعة تلاف دي هتاخد إشارة ماينس. طيب 9,000 بير يير، يبقى أنا بدفع 9,000 جنيه كل سنة، يبقى أصبحت القيمة دي بالنسبة لي annual، يبقى أنا عايز أعمل الفانكشن بتاعة الانيوال، يبقى هحط 9,000 في الفاكتور بتاعي، أنا عايز أحسب البريزنت، يبقى هقول البي على إيه والفاكتور بتاعي بي على إيه ونسبة الفايدة اللي هو هيديها لي والان اللي هو هيديها لي. ماشي. بعد كده بيقول لك ايه؟ اند 5,000 سالفج سالفج فاليو، دي عامله زي سالفج، دي انا مش فاكره الترجمه الحرفيه بتاعتها، بس عامله زي ايه؟ زي ما يكون ايه زي انا موفر الفلوس اللي انا موفرها او الدخل اللي جاي لي، يعني هتبقى اشارتها موجب بالظبط. شوف انت الترجمه الحرفيه بتاعتها ايه، ولكن دي عامله زي التوفير عندي، زي بالظبط ان انا فلوس وفرتها، دي اشارتها بوزيتيف عندي، دي ال 5,000. طب هو بيقول لي ايه؟ سالفج فاليو افتر 5 سنين، افتر 5 year، يبقى الان بتاعتي بخمسه، القيمه دي انا هحطها ايه؟ انا هحطها كده فيوتشر. ليه؟ لان هو بيقول لي افتر، يبقى بعد 5 سنين هيجي لي ال 5,000 دول، يبقى انا ال 5,000 في الفانكشن بتاعتها اللي هي البي على اف، لان انا هتعامل انها قيمه واحده فيوتشر بعد 5 سنين، يبقى بي على اف ونسبه الفايده بتاعتي والان بخمسه اللي هو حددها لي. برضو في الفانكشن بتاعه ال 9,000 اللي احنا قلناها انيوال، قلنا 9,000 في البي على ايه والان بتاعتي الاي بتاعتي، والان في الحاله دي هتبقى بخمسه لان هو هنا قال لي خلاص الان بخمس سنين. بيقول لي ايه بقى؟ يبقى ده كده اختيار اولاني، ده الـ alternative X، يبقى أنا هحل الجزء الأولاني ده كأنه مسألة لوحده. بعد كده بيقول لي الـ alternative Y والـ cost، cost أول قيمة هي سالبة، يبقى minus 35,000. كل قد إيه بقى يا حاج؟ ما قالش حاجة، هو قال لي بس والـ cost 35,000 ووقفنا على كده. يبقى أنا لو أنا هرسم الكاش فلو دايجرام، يبقى عند الصفر هحط السهم بتاعي لتحت وهقول وهكتب عليه 35,000 دولار.
طيب بيقول لي ايه with an operating cost، يبقى الاوبريتنج كوست بتاعتي قيمتها كام؟ دي تكاليف، يبقى دي واخده اشاره سالب، يبقى دي ماينس 4000. هقف على كده؟ قال لي لا، 4000 بير يير. انتوا بتقروا معايا يا شباب؟ انا في السطر الثالث. 4000 بير يير، يبقى بير يير يبقى انا بدفع كل سنه 4000، اصبحت دي انوال. يبقى الفانكشن بتاعتي هقول الاي اللي هي ب 4000 في الفاكتور بتاعي هيبقى البي على ايه، ونسبة الفايدة، والإن إحنا اتفقنا الإن بخمس تلاف، خلاص بخمسة، خلاص خمس تلاف الإن بخمس سنين، يبقى دي إيه، خلصنا الجزء بتاع الأربع تلاف. وبعدين بيقول لك إيه and a salvage value، خلاص salvage value دي عرفنا إنها زيها زي التوفير، هتبقى إيه، أنا جاي لي فلوس بعد مش عارفة بعد خمس سنين، بيقول لي إيه بقى $7000 هيجوا أفتر خمس سنين، أفتر دي يبقى قيمة واحدة واحدة جايالي بعد المدة، بعد الفترة إن، يبقى دي future. يبقى أنا هعمل function بتاعتي 7000 في الفاكتور هيبقى بي على F، ونسبة الفايدة بتاعتي والN بخمسة. طيب هو طالب إيه بقى بعد كل ده؟ بيقول لي إيه at an MARR of 12% per year، يبقى خلاص يبقى الMARR بتاعتي الـ 12%، يبقى دي قيمة الـ I بتاعتي، نسبة اللي هي الـ interest rate بـ 12% في السنة. بيقول لي which should be selected، انا هختار مين من دول، هختار الاختيار x ولا اختار الاختيار y، هختار مين فيهم، يبقى انا هحسب البريزنت فاليو عند الx، البريزنت وورث عند الx، واحسب البريزنت وورث عند الاختيار y. معايا شباب الحل؟ معاك اهو زي ما احنا كنا عمالين نقول، الكوست حطيناها باشاره سالب، والتوفير او العائد اللي جاي لي حطيته باشاره موجب. ادي سطر واحد لحل present worth x والpresent worth y. حد عنده سؤال؟ بعد ما هتطلع الحل بتاعك الحمد لله الاثنين طالعين بالماينس، المفروض ان انا هرفض الاثنين، ولكن هو بيقول لك انت هتختار مين من الاثنين، خلاص يبقى فاضله على اقل قيمه فيهم، اقل رقم انا هدفعه، هدفع ال 45000، خلاص يبقى هو ده اللي انا هختاره، اختار الاختيار y. وإن كان في رأيي إن أنت لو كتبت لي إن الاختيارين مرفوضين لأن الإشارة سالب، فأنا هقبل بالرد بتاعك ده، هيبقى بالنسبة لي الرجل ده فاهم. معايا يا شباب ولا نمتوا؟ معاك يا دكتور والله. مين أنت؟ إسلام مش كده؟ لا أنا محمد عبد المصطفى. ماشي يا محمد، أنا حاسة أنك أنت الوحيد اللي صحي معايا. لا معاك يا دكتور. موجودين يا دكتور، موجودين يا دكتور، موجودين وسامعين يا دكتور، موجودين وسامعين. فاهمين طيب ولا حد مش فاهم؟ لا تمام، لا فاهمين تمام. طيب خلينا نتفق مع بعض، انا شايفه ان النوع ده من المسائل سهل جدا جدا جدا، خساره نضيع درجته. المساله كلها بنتكلم وانا طول ما انا ماشي قرايه فيها، يا اما انا بحدد الرقم ده مدفوعات او بحدد الرقم ده عائد جاي لي. انا شايفه ان النوع ده من المسائل ظريف، فنركز فيه كده ونمرن ايدينا على حل المسائل اللي انا مديها لك كويس في المحاضره، تحلها كويس قوي بايدك لوحدك، هتلاقي ان انت الموضوع بقى سهل عليك. طيب دلوقتي لو انا بشتغل على فتره زمنيه محدده، هو ايه الهيل اللي احنا هنقول عليها اللي هي ايه اللايف؟ لو انا دلوقتي اداني كذا فتره زمنيه، يبقى انا يبقى انا هقارن ما بينهم ازاي او احدد ما بينهم ازاي؟ خلينا نتكلم على مثال شرح، على مثال مره واحده. المثال ده جميل جدا، انا عجبني جدا. بص دلوقتي بيقول لي ايه، هو عايز يقارن ما بين مكانتين باستخدام البريزنت وورث اناليسز، لما يبقى الاي مديها لي ب 10% في السنه. جيت ابص على القيمه اللي اول عمود هو عامله، لقيته قايل ايه، قايل ان اول تكلفه الفيرست كوست والانيوال كوست والسالفج فاليو واللايف بير يير. دلوقتي لما انا هاجي اشتغل اللايف بيرير دي اللي احنا بنقول عليها الان،
فانت لما هيجيلك هتشوف لايف دي ما تنطربش وتقول دي ايه ده العمر الافتراضي ده الفتره الزمنيه اللي انا بشتغل فيها. هقول لك انها بيريود، هقول لك انها لايف، يبقى انت ايه فهمت احنا بنتكلم في ايه. طيب الماشين الاولانيه ادي القيم بتاعتها موجوده، والماشين الثانيه ادي القيم موجوده، هو ادالك القيم من غير ما يديلك اشارات، فالاشاره دي بتاعتك، وبناء عليه في النوع ده من المسائل انا هحاسبك على الاشاره. يعني هتيجي تقول لي يا دكتور انا بس غلطت في اشاره، لا، في النوع ده من المسائل البريزنت وورس او الفيوتشر وورس اصبحت الدرجه بتاعتك في اشاره، فدي مش هنقبل فيها اعذار، فانت تمرن نفسك كده عشان تبقى عارف تحط الإشارة إزاي. نبدأ نحسب البريزنت وورس للماشين الأولانية. بيقول لي إن أول تكلفة عندي بعشرين ألف، خلاص أصبحت العشرين ألف دي ماينس. بعد كده الأنيوال كوست، الأنيوال كوست بتسعة تلاف، خلاص أنيوال كوست تسعة تلاف برير أصبحت دي فانكشن. ليه؟ أنا عندي 9000 هدفعهم كل سنة لمدة 3 سنين، يبقى هعمل فانكشن بتاعتي 9000 في الفاكتور بي على ايه، ونسبة الفايدة اللي هو مديها لي 10%، والان بتاعتي هو أنا هستخدم الان بكام؟ مكتوب لايف يير 3. أمال إيه ستة اللي إحنا كاتبينها دي؟ بيقولي اللايف بيساوي 6 سنين دي بورشيز إيه أفتر 3 سنين، ده شرط هو مديهولي. يعني 3 سنين بعد 3 سنين الأولانية دكتور. تمام، يبقى أنا هشتغلها على 6 سنين. يبقى أنا الفترة الزمنية بتاعتي الإن بتاعتي بست سنين. طيب يبقى أنا حطيت 9000 في البي على الإي والعشرة في المية والإن بتاعتي بست سنين. طيب السالفيج فاليو بأربعة آلاف، يبقى أنا هعملها فانكشن. ليه عملت دي فانكشن؟ لأن هو قايل لي إن القيمة دي جايالي بعد في نهاية المدة بتاعتي. طب انا اللايف الاولانيه عند الماشين ايه؟ هو قايل لي انها 3 سنين. معايا كده؟ يبقى انا عملتها الفانكشن بتاعتي اللي هي 16000 دول، عملتها بي على اف ناقص وال10% والان بتاعتي ب 3 سنين. في مربع انا موضحها لك اهو، انا جبت القيمه دي منين؟ معايا يا شباب؟ دلوقتي المدفوعات الكوست اللي انا بدفعها ب 20000، وشلت منهم ال 4000 اللي هو قايل لي عليهم دول، يبقى انا اتفضل لي 16000. بصوا المثال ده تقيل عليكم، انتوا كده كده مش هتعرفوا تعملوه. عدي المثال ده والغيه، ما تذاكرش المثال ده. خلينا ناخد المثال ده. معايا يا شباب؟ انا في سلايد رقم 15. بيقول لي ايه؟ compares alternatives below باستخدام البريزنت وورث اناليسيس. الاي بتاعتي ب 10% في السنه لما بيرير اند تل اند اسي 3 يير ستادي بيريود، يبقى انا الفتره اللي انا بشتغل عليها 3 سنين هو اللي حددها لي. تمام، عايزني برضو هو ده نفس المثال اللي فات ولا ايه؟ يبقى انا هقارن ما بين مكانتين، الماشين A والماشين B، ولكن البيريود بتاعتي 3 يير ستادي بيريود، يبقى انا الحسابات بتاعتي هعملها على ان ب 3. تمام كده، نفس الكلام
الفيرست كوست والانيوال كوست والسالفيج كوست وكل التكاليف كل الارقام بتاعتي دي، ولكن عند الماشين بي هلاقيه قايل لي ايه؟ هلاقيه مديني قيمتين، قيمه ب 6000 بيقول لي افتر 6 ييرز، وقيمه ب 10000 افتر 3 ييرز. خلاص احنا هو حدد لي في المساله ان انا هشتغل على 3 سنين، يبقى انا هاخد هنا القيمه اللي هي ب 10000 افتر 3 ييرز معايا كده، والقيمه الثانيه انا هطنشها. فاهميني كده يا شباب؟ يبقى الان بتاعتي في المساله في الاختيارين في الماشين A والماشين B، بالرغم ان هو عامل لي في الماشين B ان اللايف يير بتاعتي بستة، لا ما خلاص انا مش هشتغل على ستة، انا هشتغل على ثلاثة، لان هو اختار الشرط فوق ان انا هشتغل على ان بثلاثة. فيبقى البريزنت وورث للمكنة الاولانية والبريزنت وورث للمكنة الثانية، هتلاقي ان انا عاملة الان بتاعتي موجودة في الاثنين بثلاثة. تمام كده يا شباب؟ لو هو ما حدد ليش الان، ما قالش ان البريود بتاعتي خلال 3 سنين، يبقى انا هشتغلها زي ما هو مديني المكنه الاولانيه على 3 سنين والمكنه الثانيه على 6 سنين. معايا كده؟ يبقى كده ال10 دي مش هتتحسب صح؟ لا ده ال10 دي هي اللي هاخدها لو احنا بشتغل 6 سنين، انما ال6000 هي اللي انا مش هاخدها. لا لو احنا هنشتغل 6 سنين، لو انا بشتغل على 6 سنين يبقى ال10 دي مش هاخدها. تمام ماشي، وهشتغل على ان القيمه بتاعتي ب 6000. تمام والسالفج او الماركت فاليو حطيناها هنا باشاره موجب ال 10000 او ال 4000، الاشاره بتاعتي بوزيتيف ليه. معايا كده؟ مثال ده انتوا هتذاكروه، المثال ده مظبوط، نذاكر المثال. تمام كده دكتور؟ كان عندي سؤال بس دكتور. ايوه سامعك. بالنسبه لو احنا هنشتغل 6 سنين تمام في الماشين ايه، هيكتب لي بدل الثلاثه دي 6؟ لا، ولو ما كتبش 6 يبقى انت هتشتغل كل، لو هو ما حددلكش فوق في راس المساله الفتره الزمنيه اللي انت هتشتغل فيها، يبقى انت هتشتغل كل مكنه على الان بتاعتها، يعني على حسب المتحدد فوق، ماليش دعوه بالمكتوب تحت، صح كده؟ هو مديني فوق ان قايل لي ايه and a 3 year study period، يبقى احنا هندرس المكان، قارن المكانتين دول في الفتره بتاعه 3 سنين. طيب ما ادانيش وقال لي ان انا هقارن بس المكانتين، يبقى كل مكنه في الان بتاعتها اللايف بتاعتها، الماشين A اللايف بتاعتها 3 والماشين B اللايف بتاعتها 6، ده لو هو ما حددليش فوق. تمام ماشي، واضح كده؟ تمام. طيب هنعمل برضو نفس ما اتفقنا، الكوست هنحط لها إشارة سالب، والربح اللي جاي لي أو الدخل اللي جاي لي هحطه بإشارة موجب. أظن ده ما فيش فيه صعوبة عليه، المثال ده مظبوط، اللي قبله كده أنا لغيته خلاص. طيب الفيوتشر نفس اللي احنا عملناه في البريزنت بالظبط، ولكن بدل ما هيجي يطلب مني في نهاية المسألة يقول لي احسب البريزنت وورث، لا هيقول لي احسب الفيوتشر وورث. نفس اللي احنا عملناه برضو، التكاليف هنحطها في سهم لتحت وتبقى اشارته سالب، والمدفوعات او الدخل اللي جاي لي الانكم اللي جاي لي هيكون نحطه في الكاش فلو دايجرام السهم لفوق ويكون اشارته موجب. لو انا مش هرسم كاش فلو دايجرام وهعرف اعملها لوحدي، يبقى المدفوعات او الكوست اشارتها او احنا كنا مسمينها ايه الكاش اوت فلو، يبقى دي الاشاره سالب. وحدد بقى على حسب الفانكشن بتاعتها ايه، الربح اللي جاي لي العائد اللي جاي لي اشارته موجب، وبرضه هشوف الفانكشن بتاعته ايه. المثال اللي انا مديهولك بتاع الفيوتشر ده، المثال ده والمثال اللي بعده هما مثالين، نفس المثالين دول اللي احنا لسه شارحينهم اول وواحد واثنين اللي انا مديهم لك، انا ما اديتكش حاجه بارقام جديده. معايا يا شباب؟ معاك يا دكتور. فين المثال الاولاني؟ ممكن انت تفتحه عندك ونتكلم فيه. احنا كنا انا فاكره الرسمه الاولانيه اللي انا كنت مديها لك، الكاش فلو دايجرام كان اتجاه الماينس 25000 دي، لانها كان الرسمه لتحت والسهم بتاعي لتحت، وفي الحاله دي انا هجيب الفيوتشر، يبقى الفاكتور بتاعي انا عايز الاف، يبقى الفاكتور بتاعي اف على بي، ونسبة الفايدة 20%. احنا اتفقنا ان 20% هيبقى هو قايل لك في المسألة، يا اما قايل لك انها الاي، يا اما هيقول لك انها الام اي ار ار، ده او ده اعرف ان دي نسبة الفايدة بتاعتي الانترست ريت،
ودي هتبقى في الغالب بالسنين، هنا مفيش تحويلات للشهور او حاجة. والان بتاعتي كنا شغالين على 5، بعد كده التمن تلاف المفروض والخمس تلاف. بص انتوا على المثال الاولاني بقى وشوفوا القيم دي، القيم دي بالنسبة لي كانت بوزيتيف، عشان كده حطينا الاشارات بتاعتها ممكن، وحسبت الفيوتشر فاليو عادي جدا. نفس الشرط اللي احنا عملناه للبريزنت وورث هنعمله للفيوتشر وورث، ان القيمة اللي هتطلع اللي هي مثلا طلع 2324 دولار، القيمة دي موجب ولا سالب، اكبر من الصفر ولا اقل من الصفر. والله القيمة دي اكبر من الصفر هقول له ان الاختيار ده بالنسبة لي جاستيفايد، انا موافق على الاختيار ده. القيمة بتاعتي طلعت ماينس، والله انا مش موافق على الاختيار ده والاختيار بتاعي ده مش مناسب. تمام، المثال ده، وادي المثال اللي بعده، ده الاكزامبل 1 و2 اللي انا مديهم لك في المحاضرة هنا بنفس القيم بتاعتهم، بس بدل مرة حسبنا البريزنت وورث ومرة هنحسب الفيوتشر وورث. نفس الكلام الإشارة ال 110 ألف دول اللي هي المعدات اللي كنا جايبينها للفضاء ده، فاكرين المثال ده، والكهرباء بتاعتي اللي هي ب 30 ألف في السنة، و 8000 end of year دي فيوتشر، نفس القيم بتاعتي اللي احنا اشتغلناها في المثال نمرة 2 في المحاضرة هنحسب هنا الفيوتشر وورث. يبقى ده نفس الكلام اللي احنا عملناه، وكل الشروط اللي بتنطبق على البريزنت وورث هنعملها بس فيوتشر وورث، مش هيكون فيها حاجه جديده. معايا كده شباب؟ حد عنده سؤال في حاجه؟ تمام يا دكتور. طيب المحاضره اللي بعد دي انا ما رضيتش احط الانيوال مع دول، قلت اخلي الانيوال لوحده، فهي هتبقى تكمله للشغل ده، ولكن هنشتغل الانيوال. فانا بس حبيت اننا نفصل عشان انتوا ما تتلخبطوش، ما رضيتش احطها كلها في محاضره واحده. الامثله اللي انا مديها لك في المحاضره دي حلها بايدك كويس، هتلاقي الدنيا بسيطه مش صعبه. انا عايزه ان شاء الله احدد ميعاد تاني معاكم لناخد الانيوال. انا بس مش حابه نستنى لحد ميعاد المحاضره بتاع الاسبوع الجاي، فخلينا نقول لو يوم الجمعه كويس او نخليه السبت، بس بتهيألي الجمعة كويس. والجمعة معانا مناقشة في الأنتنة، فممكن يكون صعب شوية. مناقشة فين؟ في مشروع، يعني بروجكت. انتوا هيمتحنوكوا عملي؟ لا مش عملي، يعني احنا على السي اس تي سوفت. طيب اوكي، اعمل ميتنج يوم السبت. احنا هنعمل مفروض، انا عايز اعمل لكم 2 ميتنج كمان. تمام دكتور، انا كنت عاوز اسال بس، هو في اساينمنت تاني المفروض ينزل صح؟ لا خلاص، الحاجات اللي انا نزلتها حلها وارفعها لي، الكويز اللي نزل والاساينمنت الاولاني اللي نزل حلهم وارفعهم. احنا خلصنا دول، بس انا مش المفروض الكويز كان تعويضي؟ لا ما هو ده، لا 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 خلي خلاص، انا كده خدت الكلام ده كده، الدرجات بتاعتكم معايا اظبطها بقى وبص فيها كده واشوف التوتال بتاع الناس عامل ايه، انما انا مش في وقت ننزل حاجه جديده، لان خلاص اعمال السنه احنا بنجهز فيها عشان نسلمها. في ناس في كويز من الثلاثه، في ناس واقعه فيه يعني كده ماشي، يعني احنا حسبنا ان هناخد 2 من 3 مثلا، وفي شيت تاني هينزل. لو نزلت حاجة جديدة هيبقى الأسبوع الجاي، بس أنا أعمال السنة هتتسلم الأسبوع الجاي. أنا لو نزلت لك حاجة جديدة أصلا أنت هتقدر تقعد تحلها في يومين وترفعها؟ أنا بنزل لكم الحاجة أسبوع وما بترفعهاش. هنحاول نشتغل بقى، نعمل إيه؟ طيب أنا مش هقدر أوعدك بجد دلوقتي، خليني أشوف وأرد عليكم. حد عنده سؤال تاني؟ انا دكتور بس بعد اذنك عايزين نحدد النظر بالظبط، يعني التعريفات اللي في المحاضرات بس. ايه بالظبط تعريف يا ابني؟ مش هتعرف تحدد التعريف ده، انتوا اصلا كل النظر اللي في المحاضرات ولا حاجه. ما هو في حاجات مش عارفين ده تعريف ولا ده شرح، يعني يا راجل في حاجات مكتوب جنبها ديفينيشن وحاجات مش مكتوب. بس يبقى ده تعريف، يعني نذاكر اللي جنبه ديفينيشن بس.
الصوت قطع. دكتور الصوت عندك مش واضح. سمعني كده؟ تمام كده. طيب انا مش عارفه انا مش عارفه يعني الشرح باين انه شرح اكيد دي مثلا حاجه انا عايزه تعريف الانترست، عايزه تعريف الكوست، عايزه تعريف الشنك كوست، يعني دي باين انها تعريفات. ذاكر بس وانت هتعرف تقول ايه التعريف وايه الشرح. طب دكتور اتفضلي حضرتك، هم لما حضرتك نزلت الكويز في قالوا ان هو كان لواحد، فاحنا كان كذا حد يعني، علشان كده كتبت لكم ان هو للدفعه كلها، عشان كده كتبت احنا مسحنا الاجابات وحضرتك علمتي على اجابه واحده. ارفعيها تاني. انا رفعت حضرتك وبعتنا حضرتك مسجات ان احنا رفعناها تاني، بس حضرتك لسه جريد زي ما هو. لسه جريد. بصي يا حبيبتي انا بفتح ابص ايه كل يوم شويه كده، حلي اصحح لي ايه 10 15 واحد منهم، فاللي بيتصحح بقوم منزله الدرجه بتاعته. ايوه فهماني؟ قصدي ان احنا عدلناه يعني، احنا كذا حد عدلناه فعشان حضرتك تعلمه لنا تاني يعني. طب ابعتي لي الاي دي بتاعك، اكتب ابعتي لي الاي دي بص عليه. بس انا ممكن يكون اتباع تاني، انا لسه في قدامي حاجه و30 ورقه لسه ما بصيتش فيها. تمام يعني ابعت لحضرتك الاي دي على ايه؟ ابعتي الاي دي على ال ام اس. ممكن ابص، بس ان شاء الله يعني ما دام اترفع تاني فهو هيتحط تبع المجموعه اللي عايز يتحطها يتحط لها جريد. خلاص واحنا كذا حد يعني، فانا ابعت لحضرتك الاي دي كلنا. ايوه ابعتي ما فيش مشكله. بس تمام شكرا. دلوقتي الاسايم الكويز انا مصححه على دلوقتي احنا متفقين ان المسائل انت هتحلها لي بالفانكشن وبالقانون. معظم الناس ان عملت فانكشن بس، علشان كده هم نقصوا على كده. انا بس اكتفيت بان انا نقصت درجتين، ولكن في الفاينل هيبقى نص الدرجه على القانون ونص درجه على الفانكشن. ده بالنسبه للكويز اللي كان نازله. دكتور احنا ما قول. انا عن نفسي كنت نايم ساعه الكويز ده، هم الناس صحوني قالوا لي الحق في كويز. في وقت اهو لسه، في وقت اهو، انا لسه فاتحه ما قفلتوش. ما انا عشان كده عماله اقول لكم انا بسيب لكم الحاجه اسبوع، ولا ان الناس لسه ما رفعتش برضو. تمام يعني اعدله يعني. شوف انت نفسك تعمل ايه واعمله. هو لسه انا مش عارفه لسه فاضل فيه وقت قد ايه، بس لسه مفتوح. بس ماشي. حد عنده سؤال في حاجه تاني؟ طيب نبدا بقى نذاكر ونبدا نجمع الاسئله. المفروض ان انتوا ليكم معايا محاضرتين كمان. ان شاء الله انا هحدد لك ميعاد، احنا اتفقنا هنعمله ايه، الجمعه اخر اليوم ولا ايه؟ ممكن نخليه الجمعه بالليل، ممكن اخليه السبت، بس يبقى السبت الصبح. ماشي يا دكتور خليه السبت، شوفي كده الناس، بس انا شايف ان السبت احسن معاك. ما فيش مشكله، بس هيبقى كده في ميتنج السبت وفي ميتنج الاثنين في ميعاد المحاضره ان شاء الله. فالناس تجهز نفسها تبدا تذاكر، اللي عنده اسئله او اللي عنده حاجه يجمعها، بحيث اننا في اي ميتنج من الاثنين يبقى اللي عنده حاجه ارد عليه. تمام كده؟ سامعيني ولا ايه ولا الصوت راح؟ سامعينك يا دكتور. سامعين حضرتك يا دكتور. طيب ماشي يا شباب، حد عنده أي سؤال تاني؟ شكرا. ماشي اتفضل، مع ألف سلامة.